نحن عندنا 16 محل عمامي واخواني. ما كان عمري 6 سنين اجي هون العب مضارب، نلعب قليل كل يوم هون مثل انه بيت العيله. كل يوم هلا عم يجي كل يوم عم اطمن على ارزاق، بس اتذكر الطفوله. كنا نسمع اصوات قذائف، هونات كان بنزل على المعمل قريب المدينه هون حول القلعه، كنا بنخاف كثير على المعمل. بنريد قبل دقيقه نشوف المحلات شو صار، شو وضعهم. كان الجيش هون النظامي كانوا بيناموا هون فوق وتحت المحلات كله، بس الحمد لله ايمت هدي الامور. جينا شفنا الدمار ما في عنا بالمعمل، ونحن قبل دقيقه رايدين نظبط الامور نرجع نقول يلا نشتغل.